أهلا بكم. اقتحم مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود المسجد الأقصى في رابع أيام عيد العرش اليهودي وسط حراسة أمنية مشددة. وقال مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال انتشرت في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه وفرضت قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين وبخاصة الشبان، واحتجزت بطاقات هويات من تسمح لهم أو تسمح لهم بالدخول. وتجول مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود في أزقة البلدة القديمة وأدوا صلوات تلمودية عند باب القطانين. من جانبه، حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة من أن استمرار اقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المقدسات لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها. أما حركة المقاومة الإسلامية حماس فقالت إن منع الاحتلال المصلين من الوصول إلى المسجدين الأقصى والإبراهيمي وتصعيد خطير للحرب الدينية على المقدسات. ينضم إلينا عبر الإنترنت من القدس نائب محافظة مدينة القدس السيد عبد الله صيام. سيد عبد الله، مرحبا بك. إذن مزيدا من الاقتحامات الإسرائيلية، اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، يعني كيف تابعتموها اليوم وكيف تعلقون على ذلك؟ مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين. بالتأكيد أن الاحتلال عمد طوال الأيام الماضية إلى تحويل مدينة القدس إلى سجن كبير للمقدسيين عبر إغلاق المحال التجارية وإجبار المواطنين على الحد من الحركة في داخل البلدة القديمة مقابل فتح ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة جيش الاحتلال للمستوطنين لإظهار مشهد الاستباحة والرقص وغيرها من الإجراءات التي تتم في ساحات المسجد الأقصى. نعم، لقد كان المرابطون الذين وصلوا واستطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى هم الخطوة الأكثر نفعاً في هذه المرحلة، فشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط يبقى من الخطوات التي تحمي هذا المسجد واستطاعت أن تحقق ذلك. ولكن أمام هذا المشهد الذي ازدادت فيه إجراءات الاحتلال اتساعاً وشدة وتسارعاً، نرى أنهم ينظروا إلى تحقيق مآرب أكبر من ذلك، وهي تحقيق التقسيم الزماني والمكاني. يريد أن يجعلوا لهم مكاناً في هذا المسجد الذي هو مسجد للمسلمين وحدهم، طبعاً هذا بالقوة وبإجراءات الاحتلال القمعية التي تتم في أزقة البلدة القديمة. سيد عبد الله، يعني تحدثت بخصوص عسكرة البلدة القديمة وسيطرة الاحتلال على الأزقة والشوارع من أجل فتح الباب أمام المستوطنين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى وإقامة صلواتهم التلمودية وطقوسهم للاحتفال بما يسمونه عيد العرش. كيف كان التعامل على الجانب الآخر مع الفلسطينيين أصحاب الأرض؟ يعني نذكر ذكرى المولد النبوي الشريف التي مرت الأسبوع الماضي، وكيف هذا التاريخ شيء مهم وشيء مقدس لنا كفلسطينيين وعرب ومسلمين، والتي كان يتمنى كل فلسطيني أن يكون في ساحات المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ولكن منع المسلمون من الوصول إلى البلدة القديمة عبر الحواجز وعبر البوابات وعبر هذه العسكرة التي تمت. إذن هذه سياسة الإحلال التي يقوم بها الاحتلال من أجل تفريغ المدينة بشتى الطرق، بالتهجير القسري، بالاستيطان، بكل محاولات السيطرة على التعليم والاقتصاد وغيرها. هذه محاولات الاحتلال لتفريغ المدينة وتغيير هويتها، شاهدنا ذلك في كل المناسبات التي مرت وفي أيام الجمعة الماضية، كيف أنها تصبح الحواجز السبيل إلى منع عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الأخرى من الوصول إلى مدينة القدس. فالقدس تختطف بشكل يومي وبشكل دائم في هذه المرحلة، تختطف بعزلها عن محيطها من المحافظات الأخرى، وتختطف بهذه الإجراءات التي تحول دون وصول أبنائها إلى المدينة.
هذا الإجراء الاحتلالي بالتأكيد أصبح يترك أثرا واضح على المدينة ومعاناة أهلها التي بدأت تزداد بشكل كبير. ونحن نلاحظ هذا التهجير، حتى التهجير الجماعي كما هو التهديد لحي الشيخ جراح ووادي الحمص وتهجير عرب بدو الجهالين في برية القدس الشرقية، كل هذه إجراءات تسعى إلى الاختلال وتغيير جغرافيا وديموغرافيا المدينة من أجل إعطائها وجه جديد غير وجهها العربي الإسلامي المسيحي. هذا هو برنامج الاحتلال وتوجهه الذي تواجه كل قطاعات مدينة القدس بالتحدي بالصمود والبقاء. فإصرار المؤسسات الصحية على البقاء هو شيء مهم ويعطي للمدينة وجهها، الاقتصاد كذلك والتعليم أيضا والشباب، وكل هذا التحدي الذي يعيشه أبناء المدينة في مواجهة هذه السياسة الاحتلالية، ولكنه صمود أصبح مكلف، أصبح تحدي كبير تكون نتائجه باستمرار هذا العدوان الكبير على مؤسساتنا التي أغلق الكثير منها، على أبنائنا الذي يعتقل ويجرح ويستشهد الكثير منهم. هذا بالتأكيد واقع صعب تعيش المدينة في العقود الماضية، ولكنه ازداد مع حكومة التطرف الحالية التي أصبحت تريد أن تحقق ما لم يحققه الآخرون، تريد وتسابق الزمان في سبيل تحقيق خطوات أخطر في مدينة القدس. طيب سيد عبد الله، على الجانب الآخر تزداد الدعوات من قبل الحكومة اليمنية المتطرفة وتحديدا من إيتمار بن كفير لمزيد من الاقتحامات، بل إنه يطالب باقتحامات يومية. كيف تتابعون ذلك أيضا، وما هي تبعات ذلك على الأوضاع في القدس وفي المناطق المقدسة؟ يعني نحن نؤمن بحقنا في هذه المدينة ومسجدنا الذي هو مسجدنا للمسلمين وحدهم، وبأن كنيسة القيامة هي كنيسة من حق كل المسيحيين أن يصلوا إليها بالشكل الذي يريد في هذه مدينتنا. ولكن هذا الموقف الاحتلالي الذي أصبحت فيه حكومة التطرف الحالية تعمل بسياسات متعددة من أجل أن تعطي للناخب الذي تريد أن يبقى متمسك بهذه الحكومة بهذه الكنيسة الحالية، أصبحت معاناتنا في مدينة القدس هي مطلب من أجل استمرار ونزاع الناخبين والمنتخبين في هذه المرحلة في حكومة الاحتلال. حكومة التطرف الحالية تريد أن توجد لها مكانا واستمرارية على حساب مقدساتنا، على حساب معاناتنا. هذا المشهد الذي نشاهده ويشاهده العالم أيضا لم يرفضه الفلسطينيون فقط، وإنما العالم أجمع يرى في حكومة التطرف الحالية سببا إلى إثارة التوتر وإلى إثارة المنطقة بكاملها. هذا الواقع الذي تعيش مدينة القدس يعيش ويشاهد كل إنسان مسلم على هذه الأرض، وبالتالي هذا مساس بعقيدتنا جميعا كمسلمين، ومساس بعقيدتنا أيضا كأخوة مسيحيين. هذا الواقع الذي أصبح العالم يعمل على تغييره، وما شاهدناه في مؤسسات الأمم المتحدة مؤخرا واجتماعاتها كيف أنهم يرفضوا هذا التغيير للواقع القانوني في مدينة القدس. هذا الأمر الذي طالب به السيد الرئيس من على منبر الأمم المتحدة، أن هذا التغيير تغيير مرفوض، وهذه الإجراءات أحادية الجانب نعم، التي تتم بالقوة هي أيضا مرفوضة بكل القوانين والمؤسسات الدولية. سأعود إلى هذه النقطة سيد عبد الله، ولكن بعد قراءة هذا الخبر، حيث طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير طالب بالسماح باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية على مدار الساعة مع إمكانية صلاتهم فيه. جاء ذلك وفق مقتطفات من رسالة قالت صحيفة وارز الإسرائيلية أن بن كفير الذي يتزعم حزب القوى اليهودية اليمينية المتطرفة وجهها مؤخرا لأعضاء يمينيين بالكنيسة. وكان بن كفير قد اقتحم المسجد الأقصى مرات عدة، ثلاث منها منذ توليه منصبه الحالي نهاية عام 2022، وطالب أكثر من مرة بزيادة ساعات الاقتحام للمسجد
وسماح للمقتحمين بأداء صلواتهم في باحته. أعود إليك مرة أخرى سيد عبد الله، يعني مثل هذه التصريحات والمطالبات من قبل الوزير المتطرف أيتمار بن كفير يقابلها أو تقابلها ادعاءات من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لا تحول دون حرية الأديان، بل وأنها تحرص على ذلك وينفي تماما كل الممارسات التي تنتهك حق المسلمين في مسجدهم. يعني بداية أطماع الاحتلال غير محدودة، وهي أطماع واسعة ومتزايدة في الآونة الأخيرة. هم يريدوا أن يكون لهم تقسيما في المسجد الأقصى، نعم، وهم يسعوا أيضا إلى مضاعفة الاستيطان في مدينة القدس، ويسعوا إلى شق العديد من الطرق والأنفاق في محيط البلدة القديمة. كل هذه الإجراءات الاحتلالية نشاهدها بشكل يومي وبتسارع. هذا هو وجه الاحتلال وأطماعه، وهذه الخطوات هي خطوات متفق عليها، يتضافر فيها جهود القانون الاحتلالي الذي يحرم المقدسي من كثير من الحقوق، والعسكر الاحتلالي الذي يعمل عبر الحواجز والإجراءات على منع المواطنين من الوصول، وأيضا المستوطنون الذين هم واجهة هذه الحكومة. فاليوم هذه الحكومة هي حكومة المستوطنين الذين أصبحت أطماعهم في الأراضي الفلسطينية كبيرة جدا، وأطماعهم في المسجد الأقصى وفي ضعضعة الاقتصاد والتعليم الفلسطيني. هذه سياسة شاملة متعددة الأوجه تقوم بها الحكومة الحالية، وهي متفق عليها، لا يوجد خلاف إلا ما بين من يريد أن يجعل هناك تجميلا لهذا الوجه الاحتلالي ببعض الخطوات الناعمة، هذا الاحتواء الناعم الذي يحاول البعض أن يمرره على العالم من أجل المكاسب السياسية، من أجل تسويق حكومة الاحتلال ليتم تقبلها عالميا وعربيا. هذا المشهد أصبح من القضايا المكشوفة السافرة الوجه التي لا يمكن أن تنطلي بها الأمور على أحد. ليس هناك حقوق تعطى لمدينة القدس، مدينة السلام والحضارة التي أقرت كل المنظمات الدولية أنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وهي أيضا ذاتها الخاضعة لقرار مجلس الأمن رقم 2334. كل هذه القوانين وكل هذه الأمور التي تمت في المؤسسات الدولية يريد الاحتلال أن يحيدها جانبا أمام خطوات عملية على الأرض نعم، نراها بشكل كبير جدا تسير في اتجاهات عدة داخل المدينة. شكرا جزيلا سيد عبد الله صيام نائب محافظ مدينة القدس، كنت معنا عبر الإنترنت من القدس، لك جزيل الشكر. كما وأقدم مئات المستوطنين على تدنيس الحرم الإبراهيمي الشريف وإقامة حفل غنائي في باحته بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مئات المستوطنين نظموا حفلا غنائيا تخللته رقصات تلمودية داخل الحرم الإبراهيمي احتفالا بالأعياد اليهودية. وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط الحرم والبلدة القديمة من المدينة لتأمين هذه الاحتفالات. وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين اقتحموا الحرم برفقة قوات الاحتلال وأدخلوا آلات موسيقية ومكبرات صوت ونظموا حفلا غنائيا. ينضم إلينا عبر الهاتف من الخليل مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ غسان رجبي. سيد الشيخ غسان، مرحبا بك. ما يستمر الاحتلال في القيام به من اقتحامات سواء المسجد الأقصى أو الحرم الإبراهيمي والتعدي على المقدسات بمزيد من الإجراءات داخل هذه المقدسات، احتفالات ورقص وغناء وصلوات تلمودية، كيف تتابعون ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. الحقيقة ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، كان الاحتلال الإسرائيلي كان قد سحبهم مما يجري في الحرم الإبراهيمي الشريف من تقسيم زماني ومكاني مع الأسف، وما جرى في المسجد الأقصى المبارك من حفريات واعتداءات هي سحبها للمسجد الإبراهيمي الشريف من إقامة مسار كهربائي ومسار سياحي. هذه الاعتداءات الخطيرة
قام الاحتلال الإبراهيمي قام الاحتلال الإسرائيلي بالتقسيم الزماني والمكان الحرم لإبراهيم الشريف، وكذلك بالاعتداءات الخطيرة الأخرى في أروقة الحرم لإبراهيم الشريف والبلدة القديمة في مدينة الخيل. بكل تأكيد الاحتلال الإسرائيلي إذا ما قرر إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف فإنه يقوم بتأدية صلوات تلمودية، صلوات صاخبة، إقامة طقوس غير معروفة غير مفهومة. كل هذا يعني يأتي في إطار الاعتداءات المتكررة تجاه المسجد الإبراهيمي الشريف، بكل تأكيد كذلك إقامة حفلات صاخبة، حفلات ماجنة في كافة أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف، ليس فقط في الجزء الذي سرقه الاحتلال، لأن الاحتلال الإسرائيلي قام بتقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف زمنيا، وذلك بسرقة 10 أيام بالكامل بحجة الأعياد اليهودية. وإذا ما قام الاحتلال بإغلاق الحرم أمام الفلسطيني فإنه يقتحمه ويؤمن اقتحامات متكررة للقطاع المستوطنين لتأدية صلواتهم في داخل أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف، ومن ضمن هذه المصليات مصلى الإسحاقية، المصلى الرئيسي الذي يحوي منبر صلاح الدين الأيوبي الذي يعتبر أقدم منبر مستخدم إلى الآن، قارب عمره إلى الألف سنة إلا 50 عاما، ومحراب الصلاة المكان الذي يصلي فيه المسلمين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقصد بذلك استفزاز مشاعر المسلمين بطريقة واضحة. الحرم الإبراهيمي الشريف حتى في كونه يكون مفتوحا ليوم غد إن شاء الله، إلا أن هناك 63% تبقى مغتصبة من قبل قوات الاحتلال. هذا ما قام الاحتلال بسرقتها، أقوى مجزرة بشعة ارتكبت في داخل أروقة الحرم الإبراهيمي الشريف. للتنويه أن ما ارتكب المجزرة هو باروخ جلدشتاين، مدرس ومعلم الفئة المتطرفة والحكومة المتطرفة الحالية الموجودة على سدة الحكم في الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا الشيخ غسان الرشبي مدير الحرم الإبراهيمي، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، لك جزيل الشكر.